كابتن اسماعيل يوسف مدير كره بنادي الزمالك، هارد لك خساره نقطتين، كيف ترى اللقاء؟ المباراه فرقت معنا ضربه جزاء طبعا، يعني لو كانت جت كانت الامور اتغيرت، لان عملوا جيم كويس ولادنا، وان شاء الله في تطوير في الجزء، ان شاء الله الجزء الهجومي يعني عندنا مهم جدا، واحنا مفيش استعجال في اللعب، عايزين نكسب بسرعه، هي دي اللي محتاجينها ولادنا، الصبر شويه. انت بتقول الحكم شيء بعد المباراه عن الوقت بدل ضايع، الساعه بتاعت الاستاد مش مظبوطه، قال لي اه، قال لي الساعه مش مظبوطه، ساعه انا مظبوطه، قلت له اوكي خلاص. ليك تعليق على اداء حكم اللقاء؟ لا 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 خلاص. كابتن اسماعيل، جماهير نادي الزمالك بتسال السؤال اللي هساله لك دلوقتي. مجلس الاداره لف وفر لبن العصفور للاجهزه الفنيه. الاجهزه الفنيه بتتعاقب. لعيبه نادي الزمالك النهارده قدمت اللي يستحقوا عليه الثلاث نقاط. احنا نكسب ماتش 3 4 كمان. انا عايز تركيز في انهاء الهجمه، ودي نقطه مهمه، وفي استعجال. استعجال عشان اللي انت بتقوله ده في البدايه، فالناس عايزه تكسب وهي في اوضه اللبس. يعني عايزين يكسبوا، فهو ده الكوره مش كده. عايزه هدوء، وعايزه ده الكلام اللي الراجل قاله بين الشوطين، قال لهم اهدوا شويه.